بسم الله واهلا بكل اصحابي واخواتي اللي بيشرفوني على القناه. فيديو جديد هنتكلم فيه عن السوبر ليج الافريقي، البطوله الجديده المستحدثه اللي افتتاح البطوله فيها هيبقى بين النادي الاهلي وسيمبا التنزاني في تنزانيا وبالذات في دار السلام، والتاريخ هيكتب ان النادي الاهلي هيبقى موجود في المباراه الافتتاحيه للبطوله المستحدثه او بطوله بتتعمل لاول مره في قاره افريقيا اللي هي السوبر ليج الافريقي. كل حاجه عايز تعرفها عن البطوله، نظام البطولة، الفرق المشاركة، التصنيفات كانت ايه، موقف لعيبة الاهلي والغيابات واللعيبة اللي ما سافرتش مع الاهلي في دار السلام لرحلة تنزانيا عشان تلعب المباراة الافتتاحية في البطولة اللي بتتلعب لأول مرة في قارة افريقيا السوبر ليج الافريقي. كل حاجة عايزين تعرفوها وتفاصيل البطولة هنقولها مع بعض، خليكم معايا ما تروحوش في اي حتة تانية. اهلا بكل اصحابي واخواتي اللي بيشرفوني على القناه، اللي اول مره بيشوفني معاكم اخوكم بندق، اللي لسه ما اشتركش في القناه يا ريت ينزل حالا يشترك في القناه ويفعل علامه الجرس عشان يوصل كل فيديوهاتي اول باول، وما تنساش لايك وشير للفيديو، ده عمل ايه ودعم للقناه. ويلا بينا نتكلم في تفاصيل الحلقه. بطوله الدوري السوبر الافريقي او بطوله الدوري الافريقي زي ما اتغير اسمها، اولا دي بطوله مستحدثه، صاحب الفضل في ان البطوله دي تطلع للنور هو متسيبي رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم او رئيس الكاف، وكان التفكير في البطوله دي او انها تخرج للنور لاسباب ان عايز يطور الكره في قاره افريقيا ويطور اللعيبه، فيها مميزات كتيره. البطوله كلها هتتلعب في 21 يوم، هتبدا يوم 20 اكتوبر وهتنتهي، او المباراه النهائيه هتبقى يوم 11 نوفمبر. اتغير اسم البطوله من دوري السوبر الافريقي عشان تختلف عن دوري السوبر الاوروبي، كان عندهم اعتراض، الكاف غير البطوله للدوري الافريقي. هي بطوله طبعا زي ما قلت لكم مستحدثه. فكره البطوله اصلا ان هي تضم نخبه انديه افريقيا او الفرق المميزه في قاره افريقيا، وكان التفكير فيها ان هي هتضم لاول مره 24 فرقه، لكن عشان البطوله لسه يعتبر في مرحله التجريب او لسه البطوله عايزين يعملوها لاول مره وعايزين ينجحوها فقصروا الوقت، فهتتلعب تقريبا كلها 14 مباراه، خلوا الفرق لثمان فرق بس في افريقيا، تصنيف اول وتصنيف ثاني. والبطوله اصلا مختلفه عن دوري ابطال افريقيا اللي بتتلعب على المدى البعيد او مباراتها كل فتره، ديت كلها هتتلعب في 21 يوم زي ما قلنا ان الفرق تصنيف اول وثاني. طبعا التصنيف الاول ضم الاهلي من مصر، الترجي من تونس، الوداد من المغرب، وصن داونز الجنوب افريقي. اما التصنيف الثاني ضم سيمبا من تنزانيا، مازيمبي الكونغولي، وانيمبا النيجيري، وبترو اتليتيكو الانجولي. طبعا القرعه اتعملت في اوائل شهر سبتمبر اللي فات، اسفرت القرعه عن مواجهات يعتبر متوازنه، الاهلي هيلعب سيمبا التنزاني، الترجي هيلعب مازيمبي، الوداد هيلعب انيمبا النيجيري، واخر مواجهه هتبقى بين سان داونز وبترو اتليتيكو الانجولي. طبعا المواجهات هتبقى ذهاب وعوده وخروج المغلوب من نتيجه المباراتين. حساب الاهداف والنتائج المباريات هتبقى نفس نظام دوري ابطال افريقيا. طبعا لو تعادلت بره ارضك 1-1 وجيت تعادلت على ارضك 0-0 يبقى المواجهه الثانيه صاحب الارض بتاعت المواجهه الثانيه هو المتاهل، هي نفس نظام دوري ابطال افريقيا. وهيبقى الفايز من مواجهه الاهلي وسيمبا التنزاني هيقابل الفايز من مواجهه سان داونز وبترو اتليتيكو الانجولي، طبعا الفايز من الترجي ومازيمبي هيقابل الفايز من مواجهه الوداد وانيمبا النيجيري. اما توقعاتي للفرق المتاهله الاربعه اللي هتلعب الدور قبل النهائي، هيبقى ان شاء الله الاهلي من مصر هيقدر يتخطى سيمبا، الترجي قادر ان هو يفوز على مازيمبي الكونغولي لان مازيمبي دلوقتي مش في احسن حالاته، وخصوصا انه كمان هيلعب الماتش بره ارضه لان الكاف ما وافقش على ملعب الكونغو، طبعا لان ملعب مازيمبي الكونغولي ما دخلش فيه معدات البث، فالمباراه مش هتتذاع، وده اللي مش عايزه الاتحاد الافريقي او الكاف، لازم يذيع المباريات عشان يدخل دخل كويس او دخل محترم للبطوله والبطوله تظهر للنور، مش هيبقى بطوله في 21 يوم وكمان مش هيذيع المباريات. فالمباراه اتنقلت لتنزانيا، فالترجي مرشح بقوه ان هو يفوز من المواجهه دي. انما بقى في مواجهه الوداد وانيبا النيجيري، طبعا الوداد هيقدر ان هو يصعد، واخر مواجهه اللي هتبقى سان داونز وبترو اتليتيكو، طبعا من غير شك توقعاتي فوز سان داونز او سان داونز ان هو يعدي المواجهه، لان سان داونز من الفرق اللي حط عينيها على البطوله ديت ومركزه فيها، بطوله صغيره، بطوله قاريه، البطوله اصلا بين الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي يعني معتمده ورسميه، فهي سان داونز عايزه تاخد اي بطوله
قارية، لأن طبعا التدعيمات اللي عملتها في الفترة الأخيرة بتدل إن هي مركزة في البطولة دي. ودول توقعاتي في الأربع فرق اللي هتلعب قبل النهائي. طبعا البطولة كلها هتبقى متذاعة على قنوات أبو ظبي 1 و2 المفتوحة. القنوات أبو ظبي هي الناقل الحصري للبطولة، وهي اللي اشترت حقوق بث البطولة، فإن شاء الله كل الناس هتقدر إن هي تشوف البطولة. أول ماتش هيبقى الأهلي إن شاء الله يوم 20 أكتوبر في مباراة الافتتاح قدام سيمبا التنزاني في دار السلام في تنزانيا، والمباراة هتتلعب الساعة 6، إنما مباراة العودة بتاعة الأهلي هتبقى 24 أكتوبر في استاد القاهرة الساعة 5، يعني هتبقى يوم الثلاث. يعني الأهلي لعب مباراة الذهاب يوم الجمعة، ومباراة العودة هيبقى يوم الثلاث بعدها بأربع أيام على طول. كل التوفيق طبعا للنادي الاهلي. انما بقى لو جينا اتكلمنا عن جوائز البطوله، طبعا الاتحاد الافريقي ضخ اموال كويسه واموال محترمه لنجاح البطوله وعشان يحفز الفرق والانديه تبقى تقدر ان هي تصرف على البنيه التحتيه فيها، والانديه تتطور من خلال بطوله زي دي. كل الفرق المشاركه، الثمان فرق المشاركين هيستفيدوا من البطوله دي، اللي كسب البطوله واللي شارك واللي صعد للدور النهائي كل حاجه بتبقى ليها نسبه. يعني مثلا اللي هيشارك مجرد بس ان انت تشارك في البطوله اللي هو هيبقى مثلا دور الثمانيه، الفرق اللي هتشارك كل فرقه هتاخد 900,000 دولار. نيجي بقى للفرق اللي هتتاهل لدور نص النهائي او قبل النهائي لمجرد بس ان هي تكسب ماتشين، يبقى نصيبها من الجوائز كل فرقه 1,700,000 دولار. انما بقى نصيب الوصيف من الجوائز 2,800,000 دولار، وطبعا البطل 4,000,000 دولار. يعني الكل مستفيد. بطولة بتديك مبالغ ضعف بطولة دوري أبطال أفريقيا اللي بتتلعب على حوالي 6 شهور أو 7 شهور، دي بطولة هتبقى في 21 يوم وجوائزها الضعف. الاتحاد الأفريقي بينشط أفريقيا، عايز يطور البنية التحتية في أفريقيا للملاعب. أي فلوس هتاخدها الأندية المشاركة هتقدر إن هي تطور أنديتها، هتشتري لعيبة، هتطور في أرضية الملعب. فده كان الهدف من إنشاء بطولة زي دي. ان شاء الله تمنياتي الشخصية ان النادي الاهلي يوصل لنهائي البطولة ويحقق اول لقب لبطولة السوبر ليج الافريقي، البطولة اللي لسه جديدة، يبقى الاهلي زي ما بيضرب كل الارقام القياسية يبقى هو البطل الاول لاول نسخة في البطولة. كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي ولاعيبته. لو جينا بقى اتكلمنا عن النادي الاهلي والقائمه بتاعته راحت بمين، طبعا كل اللعيبه سافرت ما عدا طبعا اللعيبه المصابه الاصابات الطويله زي كريم نيدفيد وعمرو السوليه ومحمود متولي، واللي خرج من القائمه في اخر وقت رغم انه كان موجود يوم السفر مع في النادي الاهلي كان انطوني مودست، كان عنده نزله برد شديده فما قدرش ان هو يسافر. لكن واحد زي امام عاشور اللي راجع من اصابه، ومحمد عبد المنعم اللي ما راجع من المنتخب عنده اجهاد وما شاركش في اخر تمرين مع النادي الاهلي، امام عاشور ومحمد عبد المنعم سافروا مع النادي الاهلي، وكده ان شاء الله القائمه كلها سافرت، وان شاء الله ان هم يرجعوا بنتيجه ايجابيه من سيمبا التنزاني. بما ان الاول مواجهه للنادي الاهلي قدام سيمبا التنزاني، تعالوا مع بعض بس نقول تاريخ مواجهات الاهلي وسيمبا التنزاني. الاهلي وسيمبا التنزاني اتقابلوا قبل كده 4 مرات، يعني المشاركه اللي هتبقى في السوبر ليج الافريقي هتبقى المشاركه الخامسه بين الفريقين. الاهلي قدر يفوز مرتين وسيمبا التنزاني قدر يفوز على الاهلي مرتين. لعيبه الاهلي قدروا يحرزوا 6 اهداف في شباك سيمبا التنزاني، وسيمبا التنزاني قدر يحرز 2. اخر هدف سجله سيمبا التنزاني في الاهلي كان باقدام لاعب الاهلي السابق ميكيسوني اللي راح على الفريق ورجع سيمبا التنزاني تاني. انما هداف المواجهات هو اللعيب المصاب اللي غايب عن المباراه كريم نيدفيد، عنده 2. اكبر نتيجه فوز بين الفريقين كانت 5-0، المباراه دي كانت في القاهره في بطوله دوري ابطال افريقيا، واللي قدر يحرز فيها كريم نيدفيد 2. وده تاريخ مواجهات الاهلي وسيمبا التنزاني. كده كل حاجه خلصتها عن دوري السوبر الافريقي او السوبر ليج الافريقي. كل تمنياتنا ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي في المباراه الافتتاحيه، تبقى البطوله ان شاء الله في 11 نوفمبر بطوله جديده تتحط في دولاب بطولات النادي الاهلي. كل التوفيق طبعا للنادي الاهلي، نادي الاهلي الممثل الوحيد المصري في البطوله. عايزين ندعم النادي الاهلي الفتره الجايه لانه داخل في مطحنه مباريات ما بين السوبر الافريقي وما بين دوري ابطال افريقيا وما بين الدوري المصري. الاهلي عنده معركه الفتره اللي جايه. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. واللي وصل معايا لحد هنا اشكره شكرا جزيلا، شكرا على الدعم وشكرا على المتابعه. واللي لسه ما اشتركش في القناه يا ريت ينزل يشترك في القناه ويفعل علامه الجرس عشان يوصله كل فيديوهاتي اول باول. استنوني في فيديو جديد. سلام.